الداعمين. طبعا يا جماعه فاكرين الفيلم المصري تبع اسماعيل ياسين الثلاثه اللي مع بعض دايما؟ احنا هم الثلاثه مجتمعين، احنا الثلاثه عائد وبوني والاستاذ سعيد. ان شاء الله تعالى يا جماعه حنعمل سقيانا من فاعل الخير باذن الله تعالى. بدنا نترحم على اموات المسلمين باذن الله تعالى قبل اي حاجه، واليوم راح نولع المنطقه، بدنا نخلي الناس تشرب مي باذن الله تعالى، ولا ايش رايك معك؟ ان شاء الله. ايش يا بوني؟ ان شاء الله. امانه عليكم يا جماعه، تنسوش تدعموا قناه بوني وقناه عايد، انا ححطهم في الوصف تبع الفيديو، الله يديكم العافيه. الله يديكم الف الف عافيه اصدقائي، السلام عليكم. طبعا هذه مبادره سقيانا من فاعل الخير، الله يجعل يرحم في ميزان حسناته ان شاء الله تعالى. زي ما انتم شايفين يا جماعه الناس بدات تتوهم، بدات تعبي مي. خلينا نبلش باذن الله تعالى. يلا يلا اللي بعده. يلا. طبعا يا جماعه الله يجعل يرحم في ميزان حسناتكم ان شاء الله تعالى. سقيا الماء اتصل للناس باذن الله تعالى، والناس تستفيد منها النازحين في قطاع غزه. يلا يا عم اللي بده ميه، يلا يلا. ميه يا شباب صار عليها طبعا هذه السياره يا جماعه 6000 لتر بفضل الله الحمد لله تعالى، بتكفي الناس كلهم باذن الله تعالى. تعال يا عم تعال هات. شكرا للداعمين، شكرا للداعمين، شكرا للداعمين. شكرا للداعمين. شكرا للتعبين. الله يجعل يارب في ميزان حسناتكم ان شاء الله تعالى. الله يجعل يارب في ميزان حسناتكم ان شاء الله تعالى، يجعل كل الناس طيبه. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل على سيدنا محمد.